أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة من قناة أوغاريت للذكرى 70 لتأسيس الجيش العربي السوري، أسطورة البطولة والمجد والفخار ورمز عزة الوطن وكبريائه. وطن، شرف، إخلاص، شعار لطالما عاهدوا الله والوطن عليه. إنه الجيش العربي السوري الذي يحمل الرسالة مختومة بالدم، مزينة بالولاء. أقسموا وصدقوا، فقد حملوا هم الوطن ورفعوا هامته واسمه عاليا بشرف وإخلاص. سلام على البذلة التي تلف جسدكم الطاهر، سلام على الخوذة التي تعتلي رأسكم الشامخ، سلام لقطرات العرق على جباهكم التي تعانق السماء، وسلام عليكم يا حماة الديار. أهلا بكم مشاهدينا، ونحن نتابع معكم لقاءاتنا للحديث عن بطولات بواسلنا، بواسل الجيش العربي السوري، من كافة الحقيقة، من كافة الأوجه. كيفما تحدثنا عن هذا الجيش نرى فيه متمثلا لكل القيم. يسرنا أن نلتقي السيد بديع صقور، الأستاذ الأديب وعضو مجلس الشعب السوري، معنا في هذه الفترة. بنرحب فيك أستاذ بديع، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، وجيشنا وشعبنا وسوريا بخير، وقيادة سوريا. أهلا وسهلا فيك. وأيضا للمرأة حضورها في صفوف الجيش العربي السوري، لذلك يسرنا أن نلتقي المقدم صبا سعود، ربما من خلالها نضيء على دور المرأة في صفوف الجيش وما قدمته من عطاء، وهي المرأة التي تحمل كل معاني العطاء والخصب. أهلا ومرحبا بك سيادة المقدم صبا، كل عام وأنت بخير. إن شاء الله وأنتم بألف خير، وقائدنا بألف خير، وجيشنا بألف خير، وبلدنا إن شاء الله بتعم فيها الأمان. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أستاذ بديع، خلي البداية نبدأ من عندك، تكون بداية شعرية بمناسبة هذا اليوم العظيم، ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري. أجمل القول ما قيل في الشهيد، قاله القروي ذات يوم، خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. كتبت ذات يوم أسميك وعلى الشمس خريطة الفصول، أسميك بدء الحكاية لون المطر، أسميك آخر الأشياء أول النجوم وأول الصبح الجميل. تحية لكل شهيد سقط على هذه الأرض، وتحية لهذا الجيش في يوم عيده، تحية إجبار وإجلال. منذ أيام تذكرت أو ذكرت في لقاء، الحرب العالمية الأولى دامت 4 سنوات، والحرب العالمية الثانية دامت 5 سنوات، الحرب على سوريا أيضا كادت أن تكمل السنة الخامسة، وما زال هذا الجيش صامدا يقاتل على كافة الجبهات. لم يبقى أحد من كهوف التخلف والجهل، من حملة السواطير، من الذئاب وقطاعي الطرق، إلا ودخلوا إلى سوريا، وما زال هذا الجيش يقاومهم بما يمتلك من عتاد ومن قوة، علما بأن أبواب المخازن في أمريكا والدول المتخلفة التي تشتري السلاح، ربما السعودية تأخذ الرقم الأساس الآن في دول العالم بشراء السلاح، لمن تشتري هذا السلاح؟ المركز الأول. إذن من هنا نقول نرفع القبعة لهذا الجيش كأفراد وضباط وقيادة، لأنهم ساهرون، علما أن كثير من الضحايا قدمناهم وما زلنا نقدمهم. فكل ما يمكن هو أن نرفع التحية، ولا يكفي أن نرفع التحية، أن نقدم لهم ولأبنائهم كل ما تتطلبه الحياة كي يعيشوا بكرامة وسعادة وحرية. طالما يعني بدأ الأستاذ بأبيات عن الشهداء خير المطالع، وطبعا ونحن دائما بدايتنا هي تحية الشهداء، اللي هلأ بنتعرف بتقرير همام عن مدارس أبناء وبنات الشهداء عبر تقريرنا القادم، منتابعه مع بعض ونرجع لضيوفنا. رجال عباد
يخوضون المعارك المشرفة ضد أعداء الوطن والإنسانية، متسلحين بالشهادة عقيدة وبالتضحية في سبيل الوطن منهجا. هم رجال الله في الميدان، المصرين على بتر يد الغدر التي تمتد إلى وطن العزة والكرامة وسحق المتآمرين على مستقبل الشعب العربي السوري الذي رفض عبر الأزمان منطق الإذعان والخضوع لمشيئة الأعداء والخونة. واليوم يصادف الذكرى 70 لتأسيس الجيش العربي السوري. كان لابد من وقفة كبرياء وإباء أمام عظمة هذا الجيش المغوار الذي قدم دماءه رخيصة للحفاظ على كل حبة من تراب الوطن. ولأن أبناءهم أمانة فقد جاءت مكرومة القائد الخالد حافظ الأسد منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، حين قام برعاية أبناء الشهداء من خلال هيئة مدارس تعد صرحا حضاريا وإنسانيا عظيما. واستمرت العطاءات والمكرمات من قبل السيد الرئيس بشار الأسد حتى أصبحت الهيئة صرحا عظيما ومعلما تربويا رائعا. وتتضمن الهيئة مدرستين، واحدة للبنين وأخرى للبنات، ويتم البحث عن إنشاء مدارس جديدة في محافظات القطر. يوجد في المدارس جميع أنواع الأنشطة الرياضية والموسيقية والرسم والشطرنج والكمبيوتر والسباحة، مع توفير مدربين مختصين لجميع النشاطات. كما أن الهيئة تقدم المنح الدراسية للمتفوقين بعد التخرج. ولأن ابن الشهيد أمانة فأنه لا بد من خلق طالب مبدع متفوق متعاون قيادي وجريء يقدس تراب وطنه. كما أن الهيئة لديها قسم إرشاد نفسي متكامل يتعاون مع جهاز الإشراف. مدارس أبنائي وبنات الشهداء صرح تربوي حضاري تعليمي رائع، تتوافر فيه كل الحاجات المادية والمعنوية لأبناء رجال قدموا دماءهم وأرواحهم فداء للوطن. وطالما كنا مع هذا التقرير لزميلتنا أميرة ظاهر عن مدارس أبناء وبنات الشهداء، معنا على الهاتف السيدة شهيرة فلوح المدير العام للهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء. تحية لك سيدة شهيرة، كل عام وأنتم بخير، سوريا بخير وجيشها العقائدي بألف خير. كل عام وحضرتك بخير وجيشنا وشعبنا وقائدنا بألف ألف خير. أهلا وسهلا فيك. أكيد بسعدنا أنه تكوني حضرتك معنا ولو على الهاتف، وكنا بنتمنى لو تكوني معنا، لكن لابد إن شاء الله لمرة تانية. أهلا وسهلا. الله يخليكي، شكرا. ونحن أيضا، لكن اليوم طالما بهذا اليوم الخالد والتاريخ أيضا، وكنا نتحدث قبل قليل عبر تقرير عن مدارس أبناء وبنات الشهداء وأنتم الجهة التي ترعى هؤلاء البراعم، ماذا نتحدث اليوم عن دور الجندي الحي والشهيد في الدفاع عن الوطن، وكيف تقدمون هذه القيم لأبنائكم في مدارس أبناء وبنات الشهداء؟ تعلمين أن القائد المؤسس حافظ الأسد قدس الشهادة وأصبح عصره يسمى عصر الشهادة. نعم. فمن تكريم الشهيد أراد أن يكرم الشهيد من خلال أبنائه، فأسس هذه الصروح التربوية الحضارية التي لا مثيل لها في العالم، وهي تجربة فريدة من نوعها في العالم. أراد السيد الرئيس أن يهيئ لابن الشهيد الجو التربوي الصحيح حتى لا نخسر هؤلاء الأبناء الذين ردوا وديعة الدم لوطنهم الغالي سوريا، لنبقى نحن ونعيش بكرامة. فأبناء كما ذكرت الصبية قبل قليل بالتقرير، أن مدارس أبناء الشهداء هي عبارة عن مؤسسة تربوية تقدم للطالب والطالبة كل ما تحتاجه. ونحن في مدارس أبناء وبنات الشهداء نقوم بدورين، دور الأهل ودور المدرس. لذلك مطلوب منا أن يكون كل ما في المدارس صحيح دقيق نظيف، لأن الإنسان هو الطفل ابن بيئته. فإذا هيئنا هذه الصروح التربوية بشكل رائع وتربوي، لابد وأن نحصل على مجموعة من أبناء وبنات الشهداء، وخرجنا أعداد كبيرة جدا مستلمين عدة مراكز في الحزب والدولة، واليوم
بمناسبة عيد تأسيس الجيش العربي السوري، مستضيفة عدد كبير من الخريجين من أبناء وبنات الشهداء. وقبل أن تتصل لحضرتك كنت مجتمعة معهم وأسمع كل طالب من الخريجين في أي سنة تخرج، ماذا يعمل اليوم، يعني وشدني كثيرا. تتابعونهم حتى بعد التخرج طبعاً والزواج طبعاً. هل يعني يمكن الابن أن ينسى أهله؟ صحيح. أو الأهل ينسى ابنهم؟ كنتم أهلهم. نعم. سيدة شهيرة، أنا بدوري بدي رحب فيكي وأقول لك كل عام وأنت بألف خير يا رب. سيدي شهيرة، قديش كلامك مهم ويعني وجميل جدا لحتى نربي أطفالنا، ليس فقط في مدارس أبناء وبنات الشهداء، حتى في المدارس الحكومية. صحيح. لحتى لازم نربيهم على القيم الوطنية، القيم. نعم. القومية، لأنه نحن بالنهاية عم نبني جيل جديد على أكتافه، ولازم يعني تعمر البلد. صحيح. أنا كمان هون كلامك شدني، بحب أقول لك كلمة، يعني ذكرتني أنه مدارسنا قومية. نحن خرجنا من مدارس أبناء وبنات الشهداء من السودان، من أرتيريا، من العراق، من لبنان. كانت نظرة القائد المؤسس حافظ الأسد نظرة قومية، حتى مدارس أبناء الشهداء كانت قومية ولا تزال. واليوم أيضا السيد الرئيس بشار يسير على نفس النهج الذي سار عليه القائد المؤسس. كما كانوا أبناء وبنات الشهداء في قلب القائد المؤسس حافظ الأسد، فهم اليوم في قلب سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. وأريد أن أذكر بناحية بعيد الشهداء، فجأة ونحن نحتفل بهذه المناسبة التي تعتبر عرس المدارس، وأثناء الاحتفال وإذا بسيد الوطن يأتي أطلع عليكم بشكل شخصي ويحضر الاحتفال ويعالي يد على أبناء وبنات الشهداء وجميع العاملين في الهيئة. فهذا الاهتمام لابد أن يعطي دعم ودفع لأبناء الشهداء لأن يتفوقوا ويدرسوا. يقول دائما في لقائه معهم: أريد أن من ابن الشهيد أن يعتز بوالده ويفخر بوطنه وأن يتفوق في دروسه. نعم. فنحن نعمل بهذه التوجيهات الكريمة. ويقول أيضا أن الوجه الآخر للشهادة هو العلم والتفوق فيه، وهو حريص أن يطلع على نتائج المدارس بنفسه، ودائما يضع الدفع الكبير لتبقى المدارس مستمرة وأن يعيش ابن الشهيد. نعم. وكأن والده موجود معه. صحيح. فهذه هذا الاهتمام من سيد الوطن يعطينا جميعا درسا أن أبناء الشهداء مهما قدمنا لهم فنحن مقصرين. في الماضي كنا نصطحب دائما مجموعة كبيرة من أبناء وبنات الشهداء يعني لألمانيا، وفود تربوية تهتم هناك بهم ويبدعون ويقدمون الفقرات الرائعة. واليوم منذ السنة الماضية والسنة الحاضرة أرسلنا مجموعة من الطلاب إلى روسيا لكي يستفيدوا ويفيدوا، وكل الوفود التي زارت المدارس بصدق يقولون: نحن في دولنا لا يوجد مثل هذا الاهتمام، سنجعل مدارس أبناء وبنات الشهداء تجربة لنا في بلادنا. نعم. فهذا فخر حقيقة يسجل للقائد المؤسس وللسيد الرئيس. نعم. بشار الأسد. والحقيقة هي منارات فعلا حقيقية. نعم. وهم طالما هم أمانة في أعناقنا جميعا. نعم. فمن الطبيعي أن تكون كل هذه الجهود أن تصب في رعاية هؤلاء الأبناء. نعم. لأنهم أيضا أمانة. وبارك الله بجهودكم دائما، وشكرا لك على هذه المداخلة السيدة شهيرة فلوح المدير العام للهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء. شكرا جزيلا. شكرا. وكل عام وأنتم بخير. كلنا بنشد على أيادي أفراد جيشنا، أفراد وضباط وصف ضباط، ونقول للجميع أن أبناء الشهداء أمانة غالية في أعناقنا. نعم. فنحافظ عليها، وستنتصر سوريا إن شاء الله بصمود شعبها وقوة جيشها وحكمة قائدها. وكل عام وأنتم جميعا وأنت بألف خير. شكرا, شكرا جزيلا. شكرا. أهلا. جزيلا. طبعا بالعودة إلى ضيوفي الأكارم، المقدم صبا، طبعا عرف منذ بداية الأزمة وأصبحت واضحة للعيان أن كان الهدف الرئيسي
من هذه الحملة الإعلامية هي شيطنة المؤسسة العسكرية، وهذا ما عجزوا عنه طوال هذه السنوات من الأزمة. صمود الجيش العربي السوري هو صمود وطني بامتياز، وهو صمود أسطوري. ما برأيك ما هو سبب صمود الجيش العربي السوري؟ ومن خلال حديثنا في هذا الموضوع لو تطرقنا قليلا إلى دور المرأة في الجيش العربي السوري وما قدمته خلال هذه السنوات. نحن بنعرف كلياتنا أن نحن درسنا بمدارس القائد المؤسس حافظ الأسد، وهو يعني دائما كان بالمدارس. نحن تربينا على القومية وتربينا على حب الوطن، يعني هيك شيء. نحن حتى بالجيش نحن عطونا الموضوع هذا، ونحن تماسكنا بوطننا. يعني بالنهاية نحن متماسكين بقوميتنا وبوطننا وبعروبتنا. ودور المرأة مثل ما عم تقولي أنت، يعني هو دور المرأة دور أساسي بالمجتمع كله. يعني هي الأم، هي الزوجة، هي العاملة، هي الأخت، هي الحبيبة، هي من كل هيدا. وبعدين الأم هي بتربي الولد، هي اللي بتنشئ هالجيل. يعني كيف ربيت ابنها كيف رح يصير بالمستقبل هو. صح. نحكي عنك شرفي رائد، يعني انت كيف تطوعتي كيف تطوعتي، كيف حطيتي يعني هاي الفكره بذهنك لحتى انت دخلتي في صفوف الجيش العربي السوري؟ هلا على طول عمري كنت حب الجيش من انا وصغيره، يعني كنت حب الجيش كثير بشكل مو طبيعي، وبحب القياده وبحب حبي للوطن اكيد. يعني هذا كمان كان سبب من الأسباب. والمرأة لما بتدخل هيك بالجيش كيف بيكون التزامها؟ كيف هي بتصير مثل الجندي؟ يعني انه هي بنفس يعني كل شيء تدريب وطبعا وتوجيه وعقيدة وإلى آخره، هي لا تقل يعني عن الرجل بشيء. أكيد أكيد. هلا نحن كنا نحكي عن تجربتك. أكيد. هلا نحن لما انتسبنا للكلية طبعا كنا عايشين حياة مدنية عادية مثلنا مثل أي بنت تانية. يعني لما رحنا على الكلية تغير علينا شغلات كتير، صار في تدريب عسكري، صار في أمور تانية. نحنا عكس كل النساء. يعني إنه كيف تأثر هذا الشيء على شخصيتك على حياتك؟ لا ما أثر أبدا علي. يمكن أنا كان من البداية في تماما هلا أنا رحت برغبتي، يعني ما أني إجباري عني أو حدا جبرني بهذا الموضوع. نحكي تأثير الإيجابي يعني إيجابي طبعا كشخصية. أنت شو حول عندك؟ هلا اعطاني حق يعني القياده، هي اهم شيء. اني اعطاني هذا الموضوع اني صرت اقدر انا اتعامل مع اي شخص كان. هلا بجوز الانسة المدنيه غير، انه ظل عندها شيء ثاني من الخجل، عندها ممكن مسيره الحياه مختلفه غير تماما نظام الجيش دوما تماماً. نظام يعني حتى ببيوتنا كمان نفس الشيء، يعني انه بعملنا بكله. كلام جدا جميل، يعني حلو تواجد المرأة بالجيش العربي السوري، خصوصي ما قدمته يعني للجيش العربي السوري. هذا شيء طبعاً. من بطولات شيء جدا جميل. مثل ما عندنا شهداء عندنا شهيدات أيضا. عندنا شهيدات بالجيش العربي السوري. يعني صحيح في شهداء بس أمهاتهم، يعني هن اللي قدموا أولادهم بمذبحة الوطن. صحيح طبعا. عنده حتى استقبل جسامينهم بالزغاريد بدال البكي والعويل. وهي مناسبة فعلا لنطبع قبلة على جبين أمهات الشهداء للعظمة اللي اليوم عم بيسجلوها أمهات الشهداء طبعاً. بعبارتهم ابني غالي بس الوطن أغلى، عبارة طبعاً. دخلت طبعاً. التاريخ مو رح نقول ستدخل، دخلت التاريخ فعلا. أستاذ بديع بالعودة إليك، طبعا قديش مهم أستاذ بديع توثيق ما يحدث في بلدنا. خليني أحكي عن توثيق الكلمة، يعني توثيق بالشعر، توثيق بالأغنية. حضرتك يعني كاتب وشاعر، خلال هيدي الأزمة اللي نحن عم نعيشها قديش مهم على الكاتب والشاعر يوثق ما يجري للأجيال القادمة؟ ويعني من خلال هيدا السؤال، علاقة الكلمة بالسلاح لو سمحت. قبل كل شيء الكلمة هي سلاح فعال، وهي السلاح الأمضى في الحياة. دائما نقول صراعنا مع الوجود مع الآخر صراع ثقافي، فالثقافة هي التي تستمر في الحياة. الحروب تنتهي لا شك، حينما تبدأ حرب ما فهل تستمر الحرب إلى الأبد؟ إذن من يوثق هذه القضايا حتى الحروب؟ الكلمة توثقها أكثر مما يوثقها التاريخ، لأن دائما نقول الذي يكتب التاريخ هم كما يقال المنتصر الأقوياء، لكن الكلمة أو الأقوياء أو الأحذية الثقيلة كما يقال في تاريخ الحروب. لكن الكلمة هي التي توثق كل شيء، سيما الأدب.
منذ أيام كنت أطلع على كتاب للدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية تتحدث به عن شاعر خير الدين الزركلي، عن شعر خير الدين الزركلي في عشرينات القرن الماضي حينما كان الاستبداد العثماني والاستعمار العثماني والاحتلال الفرنسي لسوريا وسواها، كان يذكر أو كان هناك قصائد تعطيك صورة كاملة عما ضحى به الشعب السوري بين ذلك المرحلة تلك المرحلة، وما كان من صراع في الساحة العربية. إذا هذا التفتيت حينما قرأت هذا الموضوع تذكرت تماما وقارنت ما يجري الآن على الساحة العربية وما جرى في ذلك الحين، هذا الصراع، هذا التنافر العربي القائم عبر التاريخ، هذا الصراع الذي أوصل لنا الآن إلى أن إيران هي العدو الأساس. من اغتصب الأرض، من تشرد الشعب لم يكن عدوا. من وقف مع سوريا من العرب؟ دائما هذا السؤال أسأله. من هنا تأتي الكلمة بلغة الشاعر، بلغة الأديب، بلغة القص، هي الكلمة الحقيقية التي تفصل أو التي ترسم ملامح المرحلة. أنا أشعر بسعادة وأشعر بأنني قدمت شيئا ما. بدء الأزمة حينما بدأت ما سمي الربيع العربي قلنا لهم هذا ليس ربيعا، هذا دمارا. وكان لي كتاب بعنوان أيها العابر أيها الغريب، خطبت بها شخصية أو شاعر سوري مر على هذه الأرض قبل 140 عاما قبل الميلاد، تحدثت به عن سوريا وعن ارتباطنا بسوريا وشعب سوريا. كانت هناك بعض نصوص حول الجرائم التي ارتكبت بشكل إنساني كتبتها. صدر لي في العام الماضي كتاب دعوا الحمام ينام، أتحدث به عن هذه الوحشية التي مورست على أبنائنا، على أطفالنا، صحيح، على نسائنا، على فتاوى جاءت ربما بالنص الشعري. نعم. من يقرأ هذه لا القصة شك أستاذ. نعم. بديع، يعني أن هذه المرحلة من خلال كتابات الشعرية ستصبح يعني لها أدبيات خاصة. بالتأكيد. يعني لا شك أن فيما بعد سيطلق أدب على هذه المرحلة، يعني الأدب المقاوم، الأدب السوري المقاوم، يعني لا شك. نعم. أن يعني فيما بعد أن تجمع كل هذه الأدبيات تحت عنوان محدد، ربما الآن هي في طور التحضير لتنضج وتأخذ شكلها النهائي. تماما. إن شاء الله يكون يعني الله. بعد أن نكلل بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة المقدم، أنا عم حاول أني ما نزل لك الرتبة، الله إن شاء الله يشوفك بأعلى المراتب. يعني اليوم يسأل العدو قبل الصديق، ما سر هذا الصمود للجيش العربي السوري؟ ونعلم أن يعني استهدافنا في هذا الحرب كان لضرب العمود الفقري المتمثل بالجيش العربي السوري، لكن هذا الصمود أذهل العالم، ما سر هذا الصمود؟ هلأ قلت لك نحن هلأ من شوية التربية هي أساس كل شيء. الأم اللي ربت ابنها على حب الوطن هذا مستحيل يخون. نعم. يعني حتى نحن عنا أمهات كتير أثبتت جدارتها وأثبتت قوتها وأثبتت إدارتها بأي موضوع كان معين، يعني حتى من أيام زنوبيا لهلأ. تمام. يعني الأم هي القائد وهي بتربي ابنها على حب الوطن حتى وعلى القيادة. هل هو حتى سيادة المقدم يعني بطولات الجيش العربي السوري بهيدي المرحلة بتذكرنا ببطولات حرب تشرين التحريرية؟ تمام. بتذكرنا، روح اسأل من أسقط التسعين، يعني مقولات تاريخية. طبعا لحد الآن جيشنا العربي السوري ما يدافع بس عن سوريا، عم يدافع عن الوطن العربي السوري. لولا بطولات جيشنا العربي السوري لسقطت أمم، لسقطت مجتمعات، لسقطت دول. طبعا هو يمكن هالاستمرارية وحبه للمجتمع اللي هو فيه، يعني أكيد. يعني إذا كانت الأم هي المربية فما بالك إذا كانت يعني هي ضابط من جيش عقائدي تربي وتمارس هذا الدور، وهذا الشيء متمثل بحضرتك وبكثير من ضباطنا من النساء. كيف بيكون هذا الدور؟ يعني بتصير في ملامح أخرى. هلا بجوز نحن أولادنا غير الأطفال التانيين حبهم للجيش أو حبهم للوطن. هلا كل أطفالنا نحن تربوا على حب الوطن وحب الجيش، بس أولادنا نحن لأن كونوا أنا وزوجي كمان نفس الشيء بالجيش، حبهم للجيش
يعني ما معقول خلاص هدول أبناء المؤسسة صاروا هن جيش بالبيت يعني هن جيش الله يخليك كم ولد عندك؟ عندي صبيين وبنات الله يخليلك يا كمان في عطاء أستاذ بديع يعني المرأة عنا هذا الخصب بتجيب أولاد وبتكون هي بالجيش وبتدافع عن هي عم تاخذ دور الرجل بدوامة وعم تاخذ دور المرأة بالبيت يعني هذا نصف المجتمع وأكثر تماما أكثر طيب هذا العطاء أستاذ بديع للمرأة السورية بمجتمعنا هذه الأبعاد يعني فعلا كيف اليوم نوصفها؟ نحن نوصف أو دائما إذا كنا إذا أنصفنا الحياة لا نقول المرأة، المرأة هي إنسان، مواصفات الإنسان يمتلكها سين إنسان يعني حينما نقول الرجل. في مرحلة من الزمن كان هذا المجتمع الذكوري وما زال مع كل أسف في منطقة الشرق أو عند العربان يمكن أن نقولها، فما الفارق بينك وبين أي رجل؟ تمتلكين العقل، تمتلكين الفكر، تمتلكين الأداة، تمتلكين كل شيء، هل من فارق؟ ربما قد يكون السبب البيولوجي وهذا في هذا العصر لم يعد فارقا. قد هل القوة الجسدية هي التي تستطيع أن تصنع الحياة؟ أبدا، لابد من أن تكون بقيادة الفكر. فما هو الفارق بين امرأة ورجل؟ المرأة ربما هي تضحي أكثر مما يضحي الرجل ويجب أن نعترف بذلك. على جبهات القتال الشهداء لولا تربية هذه السيدة كما تحدثت السيدة المقدم لما كانت هناك تربية، لأن الإنسان ابن بيئته ابن تربيته، فعلمتهم على حب الوطن على حب البيت على حب الناس، وحينما ذهب إلى الخدمة الإلزامية أو كان جنديا متطوعا في هذا الجيش لم يتخلى ولم يتخلف عن الدفاع عن أرضه ووطنه. إذن هنا الفضل أيضا للأم، هذه الأم التي نراها الآن هي ضابطة، نراها موظفة، نراها معلمة، فإذا ما الفارق بينها وبين الرجل؟ حينما أضع في موقع ما امرأة، ربما أنا دائما أقول المرأة في المواقع تكون حريصة أكثر من الرجل على الأقل في مجال الفساد والرشوة. تماما هذا يجب أن ننظر له. إذن أنا لا أميز بين امرأة ورجل، أميز بين عقل وآخر، بين إنسان وآخر. فهذه الحالة يجب أن نعتمدها وأن تكون هناك عناية كاملة بالمرأة ودور المرأة في بناء الأجيال، في بناء الأطفال، في بناء المستقبل من خلال أبنائه ومن خلال ما تقدمه. وكما تحدثت السيدة المقدم عن دور المرأة الآن، تزغرد المرأة حين يأتي ابنها شهيدا وفلزة كبدها، حينما هناك كثير من الأمهات اللواتي فقدنا أكثر من فلزة كبد، شهيد وشهيدين وثلاث شهداء، وما زالت تقول أنا أرى ولدي أن الوطن هو أكبر مننا جميعا. إذن هذه المرأة يجب أن نحترمها وأن ننحني لها العالم. نعم، يمكن باقي معنا آخر بطاقة معايدة اليوم، وهي ليست آخرا يعني المعايدة دائما مستمرة في قلوبنا، محبة دائمة بدنا نكون هلأ مع زميلنا يمكن هلأ حسن ملاح لحتى نتابع معه هيدا التقرير عن معايدات الناس للجيش العربي السوري، ونتابع مع بعض. الجيش العربي السوري حامي الأرض ودرع وسوري، من الصخر شباه الرجال عز النجم. يعطيكم العافية، ونحن منسمن جهودكم وعملكم الدائم للدفاع عن الوطن ومنع أي اعتداء من قبل مفارس السطو وتخريب معادي لتنال من شواطئنا ومنشآتنا الحيوية ومن سفننا في موانئ وعلى الشاطئ كامل. وكذلك نسمن جهودكم اللي قدمتموها مع زملائكم في الجيش العربي السوري في الدفاع ضد المجموعات الإرهابية اللي حاولت أن تنال من شواطئنا ومن أبنائنا ومن أبناء شعبنا في هذه على طول الساحل على طول الشاطئ الصديق. وبهذه المناسبة وفاء لدماء شهدائنا الأبرار وجرحانا أن نكون جندا دائمين ووفيين في الدفاع عن وطننا وعن شعبنا بكل ما نملك من طاقة. لا غاصب على الأرض يفوت جنودك سوريا الشجعان، لما يحكوا الكل سكوت هذه الباب تخاب الموت. لا غاصب على الأرض يفوت جنودك سوريا الشجعان، لما يحكوا الكل سكوت هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري.
أنا جندي بالبحرية بعايد رفقاتي بالسلاح بمناسبة العيد الجيش، وبعايد كل أهلي بحلب والشعب السوري كلياته، وإن شاء الله رح يعم الأمن والأمان تحت رعاية القائد البشار حافظ الأسد. عالأعداء بارود ونار ولحدود الوطن زنار، سقيناها بدم الشهداء تايب أب سوريا الغار. عيد الجيش هو حكاية للمجد وحكاية للصمود، وهو بشارة للنصر القادم، وكل عام وانت بخير. الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري، حامي الأرض ودرع وسوري، الصفر شباه الرجال، هز النجم وما بينطال، هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش. هذا هو الجيش العربي السوري، ألف تحية لكم أيها الأبطال. طبعا مشاهدينا الكرام، بدي اسمحوا لي ارجع رحب بضيوفي الاكارم في الاستوديو، استاذ بديع، سياده المقدم سيبا، اهلا وسهلا فيكم. سياده المقدم، خلينا نحكي شوي باكثر تفصيل لو سمحتي عن عملك ضمن المشفى مع اصدقائك بالجيش العربي السوري. هلا عملي انا بالمشفى هو هلا حاليا مختص بالجرحى فقط. فقط. طبعا متابعه امورهم الاداريه، نقاهاتهم، حتى رواتبهم احيانا ما بتوصلهم، نحن بنتابع امورهم هيك من جنب رواتبهم وبتسهيل بعض الامور. تماما، اكيد اكيد، بس اهم شيء عندنا نحن مشان النقاهات. ليش؟ مشان اذا ما وصل نقاهته للشب على قطعته ممكن يعتبر فار من الجيش، يعني هيك بيدخل بشغلات هو بالغنى عنا يعني. لذلك نحن بنتابع هالامور هاي، وان شاء الله ما بنخلي ولا واحد ينأذى من هالمواضيع هيك كلياتها يا رب. طالما انت مع الجرحى، قديش في دور امومي ايضا، يعني جريح أكيد أكيد أنا ما في جريح، ما في جريح بيدخل لعنا، بقول لهم للعناصر الموجودين عندي، وهي يمكن إذا بيسمعوني بيعرفوا، ما في جريح إلا اعتبروه أخوكم ومشوا على هالأساس، ابنكم أخوكم ومشوا على هالأساس. هذا باخذ وراء الجريح أنا بإيدي، بقعده عندي بالمكتب وبروح بقاله كل وراءه وبشبله إياهن على المكتب، بيعملوا له نقاته وكل شيء وهو قاعد. بارك الله. الكل إن شاء الله الحمد لله، الكل بيشهدوا بهذا الموضوع طبعا، لا فضل ولا منية، هدونا كلهم أولادنا وهذا واجب يعني واجبنا بهذا الموضوع. أكيد. طبعا أكيد. يعني قد الأم السورية عظيمة أستاذ بديع، يعني وهي شامخة كشموخ قاسيون، كيف نترجم ذلك شعرا في ختام هذا اللقاء؟ نترجم ذلك شعرا ربما لا يحضرني الآن، لكن الأم هي سيدة كما قلت ذات يوم، يا سمينة بيضاء أقول لها صباح الخير يا أمي، صباح العيد، صباح المحبة، وصباح مكلل بالنصر لك يا أمنا الوادعة كالنجوم، السلام لك، السلام للأرض، والسلام للإنسان. يا سلام، تسلم تمك. نحن وصلنا لنهاية فترتنا اليوم. صحيح، يعني أنا بدي أتشكركم ضيوفنا الكرام، يمكن وصلنا لنهاية تغطيتنا لليوم. طبعا بدي أتشكرك الأستاذ بديع صقور الكاتب والشاعر، شكرا جزيلا لوجودك معنا لليوم. حياك الله. وبدي أتشكرك سيادة المقدم سيبا سعود، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أنتم بألف خير والبلد بألف خير يا رب. إن شاء الله الجميع بخير. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. لأننا سوريون من جذور الأرض جئنا، لأننا نفوس أبات ولنا ماض مجيد، لا نملك إلا الدفاع عن أرضنا، فهي أصلنا وعرضنا، وأجدادنا الذين قضوا فداء لوطننا، وبفضلهم نعيش الآن مرفوعي الرأس، فنورث لأولادنا وأحفادنا هذا الوطن بكل شموخه وعزته. شكرا لحسن المتابعة، وكل عام وأنتم بنصر. مشاهدينا، كنا معكم من قناة أوغاريت وكل فريق العمل من معدين ومحررين ومخرجين ومذيعين وطاقم هندسي وفني وإداري، كنا معكم في هذه التغطية التي بدأناها اليوم من 9:30 صباحا وحتى الآن في الأول من آب، عيد الجيش العربي السوري، هذه المناسبة الخالدة خلود بطولات بواسل جيشنا العربي السوري، وإن شاء الله دائما نحو النصر بهذه البطولات. تحية لأرواح شهدائنا
وأيضا الأمنيات بالشفاء لجرحانا وقبلة الاعتزاز والفخار على جبين أمهات الشهداء. إن شاء الله دائما نلتقي معكم مشاهدينا بأمنيات الخير والنصر. دمتم ودامت سوريا بخير، كل عام وجيشنا العربي السوري بألف خير. تحية لكم من قناة أوغاريت التي بدأنا فيها اليوم البث المباشر عبر موقعنا الإلكتروني latakia.rtv.sy لتكون مشاهدة في كل أنحاء العالم. دمتم بخير، إلى اللقاء.